إسفاف اللجان الإلكترونية لدول الحصار لا حدود له، لا الحرمات محشومة ولا الأعراض مرعية في سبيل الحصول على كسب إعلامي رخيص. الأتراك يتحرشون بنساء قطر، واسم جديد يعبر عن حالة السقوط الأخلاقي الذي انحدرت إليه اللجان الإلكترونية التابعة لغرف الإعلام في دول الحصار من أجل تشويه صورة قطر ومجتمعها ونسائها المشهود لهن بكمال العفة والاحترام. على موقع التغريدات القصيرة تويتر وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيسبوك يتبجح الكثير من المغردين المأجورين بالإساءة إلى نساء قطر وحرماتها، وذلك باستغلال خبر مفبرك وعار من الصحة عن تحرش أحد الجنود الأتراك بامرأة قطرية في الدوحة. ويبدو الهدف من نشر الخبر المكذوب وإطلاق الهاشتاج على إثره يبدو واضحا ومفضوحا، وهو التشويه المتعمد لوجود القاعدة التركية في قطر ووصم الجنود الأتراك الموجودين فيها بما هو سيء، وهي على كل حال طريقتهم المعهودة في فبركة الأخبار ثم صياغة التهم على أساسها. بيد أن اللافت في هذه الحملة المشبوهة أن الكثير من المغردين تصدوا لها بشراسة، مثل هذا المغرد الذي صوب السهام إلى المحرض مباشرة، وهو حكومات الحصار التي عجزت عن الانتصار سياسيا فاستغلت مواقع التواصل الاجتماعي لتخريب العلاقة بين الشعوب. مغرد آخر كتب أن كل من يشارك في هذا الهاشتاج لا يسيء إلا لنفسه، وستظل الشعوب الخليجية على علاقاتها الأخوية القوية، ودعا آخرون إلى تجنب الخوض في أعراض الناس. يتضح من حجم التفاعل السلبي من قبل المغردين مع الغرض الدنيء لهذا الهاشتاج أن الشعوب الخليجية ما تزال بخير، وأن بضاعة الفحش ردت إلى أصحابها مختومة بهاشتاج من مغرد آخر أن العرض خط أحمر.